تعملوش اي حاجه اول خبر نفسها. معانا ريليتنج للي احنا بنتكلم عليه برضو. زي ما انتوا عارفين انا تخصص ارصاد جويه، فهقول لكم الارصاد النهارده. هيئه الارصاد حذرت من النهارده وامبارح كان في شبوره مائيه، وبرضو اكسبكتد ان هي تلاست لحد بكره. فاي حد اوكي بيسوق، اي حد بيروح مسافات طويله، لازم يكون ياخد باله من الموضوع ده. وهيكون في رياح جامده جدا، ودي طبعا اكتر حاجه بتسبب ان الاحساس بالبرد بيكون اعلى. يعني ممكن تكون درجه الحراره مثلا let's say 23، بس لما بيكون في رياح بتبقى حاسه ان هي بتحس انها كانها ابرد. 15 ده مثلا حقيقي، يعني. ده حقيقي. والموضوع ده هيكون في السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وكمان الشبورة هتكون في مناطق في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. واو، فبريتي ماتش كل مصر يعني هتتأثر بموضوع الشبورة المائية والرياح الجامدة. فتقلوا والبسوا الجاكيتات اللي هي عازلة للهواء. ولحد دلوقتي مفيش اي ارصاد بتقول ان في مطر، بس لو في اي ابديت اكيد برضو هنعرفكم. بس فستي المصريين بيقولوا ان هي هتمطر عادي، يعني ارصاد ما قالتش، بس المصريين بقى كده. هنا احنا بنتكلم، بنسمع ناس بتتكلم، ناس كتير قوي بتتكلم ان هي احتمال كبير تمطر، لانه خلاص شبوره يبقى هتمطر. فهوبفلي هي لو مطرت اعتقد الدنيا هتهدى، بس اعتقد بقى احنا خلاص دخلنا في الرياح، احنا دخلنا في شهر رطوبه، خلاص فبراير هيبقى رياح مطر وبرد، فاستعدوا بقى للشهر كله يعني. خلاص مش بس تستعدوا للنهارده والبكره زي ما فرح بتقول للشبوره، اعتقد ان احنا هنبقى مكملين شويه في البرد ده او في النوع ده من الطقس، فاستعدوا للونج رن. احنا الشعب نفسه بحس ان هو هيئة ارصاد جوية. ده يعني احنا خلاص بنبص انت في السماء كده بتتجربي وخلاص بنتنبأ النهارده هتمطر. مطر. ايوه، وبتمطر اكشلي في ده الاخر، يعني حقيقي خلاص بنبقى اتعودنا يعني.